ابنتي الفاضله شيخ الاسلام اللي يرد. الاحصائيات هي اللي قالت يا استاذ احمد. والله هرد على كل كلمه. اتفضل يا فندم اتفضل. هتزعلني منك ليه؟ اما بيجي ولاقي بطاقته متزوج اقول له انت على ذمتك زوجه، ما هي موجوده عندي في القانون اختارها. هو المشكله في الاختيار؟ المشكله في الغرامه والحبس. تحبس مين؟ بس كده هتحبس ليه؟ بس كده وصلنا. هتحبس عشان بشيل عن كاهل الدوله راضي 13 وعن الموازنه العامه ان المطلقات والارامل يستحقون معاشات ونديهم؟ طب ما هتتجوز واحد يبقى. طب ليه ما حدش تقدم بقانون يحاسب الزوجه؟ لا وجوبي ان اللي اتجوز وبعد 5 سنين ولاقي له واحده تانية ما يتجوزها، ما يجمع ما بين زوجتين مثلا، ما هيشيل عن كاهل الدوله. ولا احنا بنقول بعد اذن حضرتك؟ لا انا عايزه لقينا له واحده تانية. يا فندم يا فندم النقطه دي، يعني احنا عندنا 24 مليون سيده بلا رجل، 13 ونص عانس، 7 مليون مطلقه، لا جهاز المركز التربوي. ما تقولش عانس، في رجاله برضه. بقول لكم ايه؟ ما تقولش عانس. لا لا لا، والله العظيم انا اعرف ارد. طيب انا راجل اجنبي بعد اذنك. بعد اذنك عايزين نحرم الحلال ونشرع الحلال. طيب بالراحه، انا اكره انك عانس اللي بيجي وقت المعلومه. يا استاذه يا استاذه ولاء، يا استاذه ولاء، عدى سنها 34 سنه ولم تتزوج. تحفظ يا الله السريه، تحفظ يا عم على الكلمه. عصام بيه، عصام بيه، كل 10 سيدات يا معلم مصطفى، كل 10 سيدات يا عصام بيه ثلاث رجال. مش عايزين نجي ولا عنده 40 سنه مش متجوز ده عانس برضه؟